na 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في هذا المقطع سنتحدث عن الألوان في اللغة الجبالية. قليلة هي مسميات الألوان في الجبالية القديمة كما في العربية تقريبا، أما في وقتنا الحاضر فقد اختلطت مسميات الألوان العربية والأجنبية بكثرة في هذه اللغة، وأسماء الألوان في الجبالية التقليدية هي تنقول خوك أي لون، خوك لون، خلقة لون أو خلقة، يقال ذهن ينخكش، ذهن ينخكش، أي هذا ما لونه أو ما لون هذا. أما الألوان فنقول للألوان نقول لون لون لون، وهو الأبيض، شذرار شذرار أخضر، شذرار أخضر، عفر عفر أحمر، حور حور أسود، حور أسود، كركم كركم هو الأصفر أو البرتقالي، أدهم أدهم وهو الأزرق الغامض، صعرؤر صعرؤر وهو اللون البني الفاتح أو الأصهب، نؤل نؤل اللون النيلي أو النيل أو نول النيلة، صهبوب صهبوب وهو الأصهب.